الموصل، الموصل صار بها هذا الاستطلاع من قبل مراسلنا ايضا. سألنا الناس انه اذا شفت اليوم فقير راح تنطيه او لا، خلونا نشوف. صراحة اكو فرق ما بين المحتاجين والمتسولين، المحتاج صدق ما راح يطلع يطلب من الناس بالشارع، المتسولين ما هي الا عبارة عن يعني ايش اقول لك، صارت اناس تحب هذا العمل، يعني ما صار انه بحاجة، فقط كعمل يعني ماخذينه هواية. يعني هاي الحال المتسولين اللي بالشارع كلهم، يعني ما لانه محتاج اكيد مهنة، يعني ما هو عمل، يعني اكو ناس تشتغل مثلا عمال، اكو ناس يشتغلوا بمحلات، هذول شغلهم يعني انه يكون متسولين. اكو ناس تديرهم؟ والله كل شيء تلقي عندنا، شيء طبيعي، لان هذا الناس مثلا كثير ناس اكو انه ينزلون من سيارات يعني حديثه وهاي، زين هذا لو كان محتاج هل هو ينزل من سياره حديثه يعني مثلا واكثر من شخص؟ يجي شخص يوصلهم الصبح، شخص ياخذهم بالليل، شيء طبيعي يتلقى عندنا، يعني احنا نطالب دور الشرطة المجتمعية، يعني احنا نتمنى انه هذول الاطفال ما يكونوا متسولين، يعني انا اتمنى انه اشوفهم بمدارس يتعلمون، يصير عندنا ناس مثقفة، ناس واعية، ناس متعلمة، ايش شكل راح ننظم المجتمع؟ الا من خلال هاي الشغلات الناس كلها تفكر بالمادة بس. لا ما انطي، حسب اللي عم نشوفه يعني هاي صارت مهنة وتجارة، اكو ناس تخصصت بهاي المهنة انه اطفال يجمعوهم يزتوهم ترافيك لايت او مناطق تجاريه معينه، نساء واطفال، صار دخلهم يعني 100,000 باليوم او 80 او 50، صار اكثر من العامل، فاعتبروها تجاره. فهاي يعني منظر يعني شوه سمعه المدينه والمجتمع. طبعا حاليا هذه المهنه اللي هي مهنه اصبحت مهنه، اللي هي مهنه التسول، ضيعت الحابل بالنابل، اصبح الكثير من الناس هم بحاجه الى المال ولكن يستحون انه يطلبون هذا المال، حتى لا تنخذ عليهم الصوره السلبيه اللي الناس كلها تعرفها عن التسول، اصبحت حاليا مهنه لمن لا مهنه له، اصلا حاليا تنشوف انه بعض السيارات، يعني بعض السيارات تنزل هاي الناس اللي تتسول، يعني صارت وكانه مهنه منظمه، يعني انا شوف عيني شفت سياره نزلت مجموعه من الاطفال، زين وين الحكومه من هذا الامر؟ انه اطفال، مجموعه من الاطفال، خلينا نقول 5 أطفال إلى 6 أطفال نزلتهم سياره، بداوا يعني ينتشرون بمكان وبداوا يقدون، زين اذا هذه حاليا تعتبر جريمه، حاليا هي الاتجار بالبشر، هذول الناس او هذول الاطفال اكيد اكو ناس وراهم، اكيد اكو ناس بظهرهم، عوائلهم وين من هذا الامر؟ يعني حاليا انا بالنسبه لي اذا اشوف شخص يشتغل حتى لو كانت شغله بسيطه انطيه مساعده، ولكن انه اشوف شخص متسول انا ابتعد عنه، لان هاي حاليا اصبحت مثل المافيات، اصبحت مهنه لمن لا مهنه له. فقدت الثقه بهم؟ ما ظل عندي ثقه، انا حاليا اذا يجيني طفل صغير ويلطش بي ويحاول انه يتمسح بي على مود انطيش كم دينار، ورا دقيقتين امشي اشوف سياره دا يستقل سياره ودا يمشي، اذا الموضوع اصبح اشبه بالعصابات، فاني ما راح انطي وما راح اساعده، لكن من اشوف طفل دا يشتغل دا يبيع مي دا يشتغل شغله شريفه، الموضوع هنا مختلف، انا احاول اساعده بالشيء اللي اقدر عليه.